كيفاش اليوم المباراة ديال الفرق ديال الرجاء، كيفاش بانت الأمور ديال الدوري النتيجي؟ وبالنسبة للدوري نتاع النتيجي فهو مرحلة يعني من المراحل اللي وجد لها فرق الرجاء البيضاوي الموسم يعني نتاع القديم. وبصراحة يعني كاين واحد اندماج يعني بين لاعبين اللي عندهم تجربة في الساحة الوطنية وبين لاعبين شبان، والحمد لله هادشي عطى الاكل ديالو، وهادي يعني مخطط ديال فريق الرجاء البيضاوي باش يوجد يعني شباب للمواسم الجايه ان شاء الله. وخرجت جاوك مجموعه ديال العروض واختاريتي الرجاء، كيفاش شتي دابا نفسك من بعد ما ماشي مع فريق؟ ويعني فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، يعني ما كاينش شي فرق بينه وبين فرق اوروبيه، مارس في دوري اوروبي، والحمد لله فريق الرجاء البيضاوي فريق يعني ما كاينش واحد الاختلاف كبير بينه وبين التسير يعني الاوروبي. نتمنى من الله يعني هذا الموسم هذا الفريق الرجاء البيضاوي يعني يعطي كل ما في جهده باش ان شاء الله يلبي طلبات الجمهور الرجاوي، وهو الفوز بالبطوله ان شاء الله هذا الموسم هذا. الرهانات ديال فاخير ولا ديال بوطريقه كلها كتمثل في هذا الموسم باش فريق ديال الرجاء يدير اللقب ديال البطوله وحتى اللقب ديال كاس العرش، واش تشوف ان فريق الرجاء قادر انه فعلا انه يدي هذا اللقب؟ يعني بمرحله الحمد لله، يعني التركيبه تاع فريق الرجاء البيضاوي من احسن يعني نقولوا من احسن من اجود اللاعبين على الساحه الوطنيه، وهذا ما تعنيش بانه فريق الرجاء البيضاوي غادي يفوز بالبطوله. فهناك عمل يعني تنتظرنا موسم يعني طويل وشاق، تنتمنى من الله يعني هذا الموسم هذا نمشي بخطوه خطوه ونتمر الامور كامله في سلام، وان شاء الله هذا الموسم ان شاء الله نتوج بالبطوله. مع المباراة ديال الأولمبيك في قبيلة إن شاء الله، فهي مباراة تاع كأس العرش، فهو أول تجربة ديال رسمية ديال فريق الرجاء البيضاوي. تنتمنى من الله يعني نفوزوا في هذه المقابلة باش تكون هي الانطلاقة الحقيقية ديال فريق الرجاء البيضاوي. ماذا الرسالة ديالك للجمهور؟ ماذا يمكن الضيف؟ ففريق يعني الرجاء البيضاوي تعتبر من الجمهور ديالو رقم واحد على الصعيد الوطني، فهو الجمهور يعني تيتسنى من الفريق ديالو هذا الموسم هذا يكون في المستوى ديالو. تنتمنى من الله جميع اللاعبين يعطيو كل ما في جهدهم باش يفرحوا هذا الجمهور، وان شاء الله هذا الموسم هذا يعني غادي نكونوا ان شاء الله، نتمنى نكونوا في حسن الظن ديال الجماهير. نشكرك سي بوخريس.